ايه دي ماجد؟ ماجد يعني يعني كونفلونت برضو، بس بتعرف تعدهم. هتقول لي ازاي يعني؟ كده اهو، يعني مثلا لو اربعه لينف نود تلاقيهم عاملين كده، يعني بدل ما المنظر ده كده المشوه ده، لا تلاقي المنظر عامل كده. يعني هم متداخلين كونفلونت برضو، بس ماتد دي دايما بتبقى في موجوده بالذات في حالات التي بي. لو لقيت حاجه زي كده طبعا هي مش هتيجي في الامتحان كلينيكال، بس لو حد سالك اوريجن تاني يبقى الديسكريت لينف نود في الانفكشن والهوجكن، الامالجاميتد لينف نود في النون هوجكن، الماتد اللي هم متداخلين مع بعض بس عارف تعدهم، هم كانوا اربعه بس دخلوا في بعض مثلا او ثلاثه، دي بتبقى مع الماتد او بنسميها مع التيبي. طيب الحاجه الثانيه اتاتش اللي تحتها، ولو السكين اللي فوقيها اريثيمتس احمر يبقى دي دليل على انها انفكشن. طيب انزل على السيرفايكال لينف نود، في صوره كده انا حاططها لك، بص معايا على الصوره، في صوره انا حاططها لك ازاي نفحص اللينف. بصوا معايا الكلام ده تاخدوه في البطنه بالتفصيل، بس افرض جالنا في الامتحان. احنا عندنا السيرفايكال لينف نود بتبقى في حاجه اسمها ترانسفيرس وحاجه اسمها ايه؟ لونجيتيودنال. كلهم بتدينا فيها سوبرفيشال ودي. طيب نبص على الرسم، انت عندك الترانسفيرس بيبداوا من هنا من النص كده، بتيجي بايدك كده صوابعك دي وبتحس الحته دي اسمها سب منتر، وبايديك الاثنين تحس الحتت دي اسمها سب مانديبولر، وبعدين قدام الودان تمام كده في حاجه اسمها بري اوليكولر قدام التريجس على طول كده، وتحتها بشويه في الباروتيد، تحتها بشويه في الباروتيد، وبعدين التونسيلر بتبقى دايما يعني هنا عارف الانجل والدماند والحتت دي تونسيلز توجعك كده وانت عندك اللي هو زي الحتت دي. وبعدين لما نيجي نرجع ورا دي اسمها بوست ايه؟ اوريجنال. وبعدين هنا في ايه؟ سيبيتال. انزل تحت بقى تحت في هنا اللونجيتيودن الديب للاسترنوم، سوري الميديا للاسترنوماستويد دول اسمهم ديب سيرفايكال، اللاترال للاسترنوماستويد اسمهم سوبرفيشال. ولما تيجي تنزل بص لي كده، مش دي كلابيكل؟ في سوبرا كلابيكل، في واحده ورا في الرقبه كده، ان دول اخطر اثنين، في واحده ورا كده اسمها بوستيريور تريانجل. يعني هتلاقيني تحت خالص في الرسمه من تحت خالص كده في الصوره اللي عندك علم عليهم دول السوبرا كلاب والبوستيريور سيرفايكل. دول دايما يا شباب دول دايما دايجستريك ممكن بس لا هي بيتقال عليها بوستيريور سيرفايكل، خلي دايجستريك دي بعدها. السوبرا هي السوبرا كلافيكولر هي دي الدايجستريك اللي ما بين التو هيدز اوف ذا ايه؟ اوف ذا ستيرنوماستوس، مش عايزين نصعب. سوبرا كلاب وبستيري سيرفايكال، الاثنين دول يا جماعه لو جالنا عيان عنده السوبرا كلاب او البوستيريور سيرفايكال دول كبار وبيكبروا بروجريسفلي، فكر في مالجنس، دول سسبيشس اوف مالجنس. دايما الحتتين دول مقلقين شويه، الحته دي والحته اللي ورا في الرقبه السيرفايكال. طيب تعالى للصفحه اللي وراها شوف بقيه النيمف نودز. في عندنا بص لي كده، في عندنا حاجه اسمها اكزيلا اهي، الاكزيلا كده بص لي كده، انت عندك الاكزيلا في خمسه نيمف نودز، خمسه جروبس اوف نيمف نودز، هو المفروض ما يبقاش فيه، ما تنساهاش يعني صغيره قوي ما تتحسش، بس لو كبروا في عندنا حاجه اسمها، انت عندك المصل اللي قدام دي اسمها بيكتورالس، الجوردر بتاعها عامل انتيريور بارت اوف الاكزيلا انتيريور فولد، ورا اللاتيسمس دورساي عامله البوستيريور. فلو انت حسيت كده اهو، هو العيان عاده المفروض يعني يحط دراعه لو كبير شويه، حط دراعه هتشوف الكلام ده، حط دراعه عليه كده وانت تفحصه كده، حط هنا كده دي اسمه الانتيريور، ورا كده البوستيريور تمام، على الشيست وول على طول اسمه ميديال، على الاكزيلا من فوق من عند الارم كده اسمه لاترال ميديال لاترال، خلاص كده انتيريور بوستيريور، وبعد كده فوق خالص كده في اسمها ايبيكال. ايبيكال فهم خمسه انتيريور بوستيريور ميديال لاترال ايبيكال تمام. هتقولي ايه لازمته ده في الراوند هيجيبوا حاجه زي كده؟ افرض جاب لك حاجه في بس حط ايديك في، لو لقيت اي لينف نود هو مش هيحدد لك يعني بالظبط ده انتيريور، صعب عليك كفايه ان انا اقول ان في اكزيلر، لو حسيت اي واحده تعتبر سيجنيفيكال. امال ايه دي بقى؟ في عندنا هنا فاكرين الولد امبارح بتاع السي بي، مش كنا بنعمل حاجه اسمها ترايسبس سنه، في حته هنا كده اسمها اوليكرين الاوكرينون هنا فوقيها تروكليا بتاعت اللي بيسموها الالنا تمام، فوق التروكليا بتاعت الالنا دي في حاجه اسمها ايبيتروكليا ليمف، دي مهمه قوي عندنا
حالات اللوكيميا. يعني انا لو جاي عيان في الامتحان في ليمفاجينوباسي لا اخر سنه لازم تحس وريني انت بتحس الايبيتروبيا. طيب انجوينال عايزين نقول حاجه ان بصلي كده انت لو حسيت رقبتك دلوقتي هتلاقي شويه ليمف نود عادي. طب هل كل واحد عنده ليمف نود في رقبته ده يعتبر ابنورمال؟ في الاطفال بيقولوا ان اطفال كثيره جدا انا لسه شايف حاله من ساعه عندنا في العياده في حاله ليمف نود ابن واحد زميل عنده ليمف نود. الليمف نود اللي في الـ في الـ في اللي بتحصل في النك دي ما تعتبرش سيجنيفيكانت غير لو اكتر من 1 ل 2 سم. يعني بعض الناس بيقول اكتر من 1 وبعض الناس كمان بيقول اكتر من 2. 2 سم يعني ايه؟ يعني شايف عقله الصباع دي قد حبه الفول كده، يعني قد حبه الفول تمام، دي تعتبر اقل من حبه الفول دي. لا يعني تلاقي الام جايه تقول لك يا دكتور الواد ده عنده حاجه كده قد الترمسيه صغيره او الحمص ولا حاجه، ما بنعددش بيها. الكبيره شويه اللي قد عقله الصباع فما اكتر هي دي السيجنيفيكانت. لان فلما طفل صغير بالذات مش الادب كمان الصغير بالذات، لان الليمفاتيك تيشو في الاطفال بروجريسيف يزيد بسرعه. فعشان كده بنقول اي طفل عنده شويه ليمف نودز جاله فايرال انفكشن الليمف نودز تكبر ما بترجعش لحجمها الطبيعي. يعني ايه؟ بتفضل كبيره شويه شويه ما تقلقش منها، المهم انها صغرت شويه عن الطبيعي، لكن اللي بتكبر بسرعه بتحتاج مني تدخل. طيب المهم انجوينال نفس الكلام، عادي في الاطفال انك تحس زي السيرفايكال انجوينال 1 و2 سم اكتر من 2 سم سيجنيفيكانت. بوبلوتيال تقول لي فين البوبلوتيال؟ البوبلوتيال فصه، انت لو حطيت ايدك على البوبلوتيال فصه ومشيت ايدك كده يعني مشيتها رولينج رولينج يعني تحس البوبلوتيال فصه كلها من الميديا لللاترال كده، لو لقيت اي فالفايت اسمها بوبلوتيال يعني ايه جنراليز ليمف نود؟ بيقولوا تقول على العيان عنده جنراليز ليمف نود لو عنده اكتر من تو جروب اوف ليمف نود. كلمه نون كونتاجوس اكتب عليها ادجيسنت، كلمه كونتاجوس اكتب عليها ايه؟ ادجيسنت ليمف نود. ايه اشهر الحالات؟ كان في مره في امتحان عايز اقول لكم، كان في مره في امتحان من كام سنتين جابوا حالة هيباتوسبلينوميتيك. ماشي احنا متعودين ان بيجي في الامتحان حالة ايه؟ ممكن تيجي هيباتوسبلينوميتيك. طيب زي زيادة امبارح خلاص؟ طيب هو مش ممكن من ضمن الأسئلة اللي يسألني عليها في الحالة في ليمف نودز ولا لا؟ ليه ممكن يسأل؟ هو احنا مش عندنا حالات الكبد والطحال بيكبروا ومعاه الليمفاجينوباس؟ مين هم بقى؟ اللي على السبورة دول. اللي على السبورة دول احنا قلنا منهم اللوكيميا. الليمفوم اللوكيميا والليمفوما، يعني المالجنسي هتلاقي لوكيميا هوجكن نون هوجكن اهم الثلاثه اللي احنا عارفينهم اظن خدناهم. طب ما فيش حاجه ثانيه تعمل؟ هو المالجنسي هو الوحيد اللي بيكبر الكبد والطحال والليمفو؟ لا طبعا، ده في اشهر من المالجنسي الانفكشن، واشهر انفكشن يكبر الكبد والطحال والليمفو مع بعض كلهم الفيروس. وتسمعوا حاجه اسمها نون هيباتوتروبيك فيروسز سايتوميجالو ايبشتون بار فيروس، انا كاتبهم لكم اي بي دي وسي. هو ده رقم واحد، مش البكتيريا، مش التي بي ده ما عملناش بنشوف، مش التي بي مش هو اول واحد، لا لا لا، اول واحد الايبشتون بار فيروس سايتوميجالو اقل شويه تمام. فنجل مش مهم، بروتوزو اي كلام توكسيك، لا سيبك هو اهم حاجه في الانفكشن. كل الانفكشن ممكن تعمل، بس اهم انفكشن مين؟ تفتكر ايبشتون بار فيروس. والمالجنسي كولاجين، هتقول لي الكولاجين بيزيد بتكبر الكبد والطحال والليمفنود؟ اه يعني احد لما ترجعوا لاسباب الهيباتوسبلينوميجالي هتلاقوا ثلاث اسباب بالمره، انفكشن يعني زياده لو كان معاه الليمفنود وبتاع، او هيباتوسبلينوميجالي حتى لو، او الليمفادينوباسي لوحده. انا بتكلم على يا جماعه الجنراليز اللي هو عندك كذا واحده كبيره. طيب اشخص ازاي الحاله؟ كل سبب قدامه كلمه. يعني انا لو عندي اسمه عندي عيان كان كويس جدا والام جت تقول لي يا دكتور الواد ده من الاسبوع، هي شايفه اسبوع حته كده كبرت تمام، يعني بقى لها اسبوع، دي تبقى اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. عشان تقول كرونيك دي محتاجه 6 اسابيع، عشان تقول كرونيك ليمفاتينوباسي دي محتاج 6 اسابيع خلاص. فالاكيوت اونست دي دايما انفكشن غالبا. انسيديوس اونست يعني ايه انسيديوس؟ الام دي تقول لك يا دكتور في كام بس انا مش فاكره من ايه، يعني مش قادرين نعرف يعني بتكبر كده بقى لها شويه قد ايه مش فاكره، ممكن تمشي مالجنس. ثلاثة لو العيان مع الليمفادينوباسي دي ويت لوس نايت سويتنج تي بي، مش كده؟ نفكر في تي بي. لو العيان الليمف نود بتوجع وفوقيها حته ريد افكر في فيرال ولا بكتيريال؟ بكتيريال انفكشن.
لو لقيتها ماتت لينفنود ها ماتت تبقى تي بي. لو لقيتها هارد مالجنس السبب مين؟ نان هوتشكين. طب اخر حاجه بقى ايه الانفستيجيشن اللي تعملها لحاله لينفنود؟ تقريبا اخر حاجه مهمه وبعدين نحلها على طول. ايه الانفستيجيشن اللي بتعملها لحاله لينفنود يا شباب؟ انا جات لي في الامتحان اهي فوجئت اهو ان دخلت وانا ما عنديش اصلا في المنهج ما يعني حاله لينفنود بس مفيش حاجه تذكر هما الورقتين دول اللي بذكرهم في المنهج للينفنود بس اي مصدر تاني تمام؟ هتعمل ايه؟ يجي يسالك يقول لك ايه اول تيست تعمله للحاله؟ انا اكتر حاجه خايف منها الماليجنس بتاعت الكلوك شفت الكوما ولا الروتين هعمل فيه خلاص يليها على طول معلش زود طبعا كلمه ديفرنشال دي يعني المفروض يا بلوك فيلم زود اكتب زائد يعني سي بي سي وفيلم الاثنين مع بعض سي بي سي زائد فيلم زائد فيلم ليه عايز اعمل فيلم؟ عشان اشوف مستر جي بلوك فيلم في اكيد كانسل كده تمام؟ اثنين يقول لك اعمل ايه؟ هو مين اشهر حاجه كسبب مش فايرال؟ تعمل اختبارات الفايرال سيرولوجي انتيجين وانتي بودي والكلام اللي انت عارفه ده اي جي ام واي جي انت عارفه شتاينبر فايرال حد فاكر الهيباتيتس بي له اكسترا هيباتيك من فبيعملوا ادينوس يعني ممكن يطلع هيباتيك سي حاجات الاكسترا هيباتيك طيب واحد يقول تشيست اكس راي لا هو واحد عنده جنرالايزد لينفنود عامل تشيست اكس راي ليه؟ التي بي جدع ده واحد ايه كمان؟ ليه؟ ميدياستاينال ماس مش كده؟ انت قلت تي بي ميدياستاينال ماس حالات الليمفوما ودي سيلو كيميا مش كده؟ مش الدي سيلو كيميا ده كان بيبقى عنده ميدياستاينال ماس؟ الليمفوما بيبقى فيها ميدياستاينال ماس التي بي ممكن يعمل كالسيفيكيشن ولا كافيتي ولا ان كان طيب التيوبر كلين تيست طبعا عشان التي بي شوف بقى اللي جايين دول ركز بقى في اللي جايين دول هو انا بتكلم عن حاله لوكالايزد لينفنود ولا جنرالايزد بيني وبينك لو لوكالايزد لو لوكالايزد وبتكبر وما هياش تندر كبيره كده ونون تندر وهارد اعمل لها بس تاني يعني لو لوكالايزد لينفنود بروجريسيفلي انلارجد بايبس لوكالايزد لينفنود وبروجريسيفلي انلارجد اعملها بايبس طب افرض جاي لي واحد جنرالايزد هعمله بايبس قال لك اعمل له بومارو الاول اصل هو بالعقل كده ايهما اشهر يا جماعه فانت مش بتقول اللي فاتنوه بس تخاف انت بتعمل بايبس مش مالك ناسي عشان حاجه ده عشان مالك ناسي غالب يعني فانت خايف هو المالك ناسي مش لوكيميا ولينفوما هم اكتر حاجتين بيعملوا اللي فاتنوه بس مين الاشهر اللوكيميا ولا الليمفوما كيمي اذا قبل ما تعمل بايوبسي من الجنرالايزد لينفوما تعمله الاول ايه وعلى فكره اصل البومارو اسبريشن دي هتدخل هنا في الابره سن رفيع تدخل بتاع العينه الثانيه محتاج جرح وهتفتح هما الاثنين هيتخدروا او كل حاجه بس which is more invasive البون مارو ولا الليمف نود بايوبسي؟ الليمف نود بايوبسي خلي الليمف نود بايوبسي دي اخر اختيار اخر حاجه خالص تاني لو هي لوكالايز انا بقول لك اعمل بايوبسي الكلام ده الناس والله يعني بص انت بتتفرج وبيجي لك حاله الليمف نود من هنا لو انت جراح يعني الرجاله تمام ايديك بتاكلك انت فاهم اول ما يجي لك واحد عنده ليمفنودز كبيره ولا حاجه تشوف كلكع واحده فين تمام وتقوم جاي فاتح واحد وبتاع ليمفوبلاستيك ليمفوما تعالى يا عم نعمل له بومارو يطلع له كيميا حبيبي طب عملت له ليه طب وجرح وبتاع ملوش لازمه يبقى احنا نعمل الاول بومارو وبعدين فاهم قصدي مش كل الليمفنود كده تقوم واخدها عامل لها ايه طيب سيبك من الاكزامينشن اوف ذا هيد والفيس ده كلام سهل مش فاهم هنعديه المهم حتى في الراوند دي بس حاجه واحده عايز اقولها الاكزامينشن اوف ذا نيك انت ما تقراش اللي انا ما قلتوش في حاجه اسمها نيك بين حاجه اسمها ايه؟ نيك بين في جدول عندك اكتب عليه سؤال اكتب عليه سؤال جالهم في امتحان السنه اللي فاتت الجدول ده انا جايبه من الجنرال اكزامينشن من الكارد كنت قلت لكم لو عايزين تقروا حاجه كتاب الاسم كله هيقروا فرد خلاص بقى ما لا تقرا ولا بتاع انا جبت لكم الجدولين اللي فيهم مقارنه الكونجستد بالسيتنج والكونجستد نون بالسيتنج احنا ما خدناش نيك بينز اصلا يعني لحد دلوقتي ما جبناش سيره النيك بينز ايه نيك بينز؟ نيك بينز ده اللي هو الاكسترنال جاجر ماله الاكسترنال جاجر ساعات الواحد وهو فاهم معصب كده وبتاع يقول لك عروقه نطت هو احيانا في بعض الامراض النيك بينز دي
تبقى تستنبت محسوسه كده او مش محسوسه كمان متشافه بالانف تمام. طب ايه الحالات اللي تعمل كونجستد نيك فينز؟ مجموعتين، مجموعه النيك فينز ده هتحس ان هو بينبض، ومجموعه ثانيه النيك فينز ديستندد وتفضل ديستندد من غير ما يحصل لها بلسش. دي عاده المجموعه الثانيه دي فيها اوبستراكشن مقفول عليه، وهما دول اللي هيهموني بجد. لان بص احفظ احفظ النون بلسيتنج واي حاجه ثانيه هتبقى ايه؟ بلسيتنج. مين هما النون بلسيتنج اللي عاملين اوبستراكشن؟ اولهم سوبيريور فينيكيبل اوبستراكشن، يعني السوبيريور فينيكيبل ده مقفول بثرومبس انت فاهم؟ او في حاجه ضغط عليه هيعمل لك كونجستد ونمبر واحد زي ما هو. اثنين ميدياستاينال سيندروم اللي هو ميدياستاينال ماس في الليمفوما بقى والليكيميا والحاجات تمام. واخر حاجه اللي هو التامبونات ده اللي هو الماسيف بريكارديال ايه تايب. يبقى مين اللي يضغط على السوبر او مين يضغط على الجريت فين؟ يا ثرومبس السوبيريور فينيكيبل، يا ضغطنا عليه بميدياستاينال ليمف نود او ميدياستاينال ماس، يا ضغطنا عليه بريكارديال ايفيوجن مضغوط عليه مقفول. لكن الثانيه بقى في بلاد كتير فعامل كونجيشن بس منه الدنيا مفتوحه فعمال يطلع وينزل يطلع وينزل، الدنيا مفتوحه زي الهارت فيلير زي الكونستريكت بريكارديت مش عامل كومبليت اوبستراكشن زي الماسيف بريكارديال ايفيوجن، وزي حالات الهايبر. مين العيان اللي كان عنده هايبر بوليميا في الكلى؟ جي ان. يبقى الهارت فيلير الاي جي ان، وحاله ما بناخدهاش اسمها احفظها بس اسمها كونستريكتد بيري ايه؟ بيري كارد. تعالوا نحل. اقلب بقى الورق ده كله. سيبك من اللي انا ما قريتوش. ومعاك صفحه 12 وهقرا معاك عشان الاجوبه تفضل. فاهم ازاي؟ بص يا شباب. طفل هنزلها يعني انتوا عايزين الاجوبه بتاع الاي بي جي، انا الاي بي جي لازم احلها معاك. بس عموما هنزل. حاضر هي نزلت. يقول نزلت باين ولا تمام؟ حاضر. حاجات كتير مش متجاوبه حاضر. كتير زي؟ مش عارف. حاضر. طيب خلينا نقرا. حل معايا. وانت اللي هتسجله النهارده فوز تمام؟ نزل الاجوبه ده. طفل ثلاث شهور، طفل ثلاث شهور عنده تي ار. All of the following are true except. زي معظم الحاجات اللي احنا حليناها فعلا. All are true except. No clubbing, cyanosis في التنج واللبس، cyanosis في السكين، warm hand with extremities, shallow rapid respiration. ركز وانت. طيب أول حاجة هو الطفل ثلاث شهور في clubbing ولا ما فيش؟ طالما مع ده ست شهور ما فيش clubbing يبقى الجملة دي صح. هو الاكسب. cyanosis في التنج واللبس أيوه. cyanosis في السكين يجوز. وورم هاند في الاكستريم هو سنتر وورم. شالو رابيد هو المفروض ايه؟ ديب رابيد او رابيد اللي هو احنا بنسميها كوزمول بريزم. عارفين ده؟ تابوليك اسيد. السؤال الثاني اول ار ترو فور ايدينا اكسبت. ايدينا ان كريتينيزم از نون بيتد صح. ايدينا از بيدل ان انفانتايل كونجستيف هارت فيلير. لا الكونجستيف هارت فيلير بيعمل ايديما بعد سنتين في الرجلين اه، لكن قبل سنتين ما بيعملش بيدل ايديما قوي او قليل يعني قليل ما بيرجع. ما بيعمل ايه؟ بيعمل في السكرم وبيعمل في الايلد. اذا الهارت فيلير قبل سنتين عمل ايديما تتعمل في السكرم والايلد ومايلد بيدل ساعات. طب اقرا بقيه الجمل كده. ايديما ستارت في الدورس اوف ذا فيت ان بيشنتس وذ كوشورت صح. ايديما از مايلد اند ستارتس ان ذا ايلد ان بيشنتس وذ اي بي ان تمشي. طفله 15 سنه with non corrected congenital heart disease neglected presented in the outpatient clinic with pink fingers and blue toes. The congenital heart is coarctation ولا بي دي اي وبالمونري هايبرتنشن ولا تي او اف ولا تي جي اي وبي دي اي. ايه رايكم؟ طفله 15 ونجلكتد انا لسه قايل تي جي يبقى بي دي اي وبالمونري هايبرتنشن اللي هي بتاعت الايزيميا. السؤال الرابع عندنا 20 all are true for both examination except pulse is bounding in BDA صح ولا لا؟ صح. bounding اللي هو كولابس bounding هو كولابس صح. pulse is weak in the four extremities in severe aortic stenosis صح. pulse shows brachiofemoral delay in infants with coarctation مظبوط. narrow pulse pressure in patients with severe aortic regurg هو بيبقى narrow pulse pressure ولا wide pulse pressure؟ wide دي غلط.
Pulse is thready and feeble in patients with heart failure. Clinical presentation of acute leukemia. مسائل سهلة. Include fever, generalized lymphadenopathy, pallor, ecchymosis, ولا all of the above. All of the above. Clinical presentation of favism, G6PD. Includes pallor, jaundice, tachycardia, ولا all of the above. الأنيميا بتعمل tachycardia يبقى all of the above. تعال للمسائل المتطلبة. أحمد 12 شهر with history of congenital heart disease diagnosed عن 3 شهور presented في 3 شهور difficult breathing recurrent pneumonia failure to thrive cardiac examination revealed precordial bulge hyperactive precordium with continuous ما تخلصنا يعني continuous machinery murmur ده اللي أنا بدور عليه يبقى البلز عنده إيه؟ normal ولا paradoxical ولا collapsing ولا low volume ولا sinus arrhythmia collapsing اللي هو الوتر عادي 8 سنين جاي لنا بكرونيك هيموليتيك اليم جالنا بهيموجلوبين الكتروفوريسيس مشخصه عن 6 شهور جالنا بريبيتد هيموليتيك اتاكس وبلاد ترانسفيوجن هيموجلوبين 4 ذا فولوينج فيزيكال ساين مي بي اليسيتد اون جنرال اكزامينشن وبعد فالو مايل جوندس تاكي كارديا اول اوف ذا ابوف اي ان سي اون اول اوف ذا ابوف عادي جدا الكرونيك هيموليتيك انيميا بيبقى عنده جوندس ايه المشكله يعني مايلد او غيره فريش مايلد او زياني منى 3 سنين عندها بلاستيك انيميا شفنا الهيموجلوبين 4 البليتلت 30 وعندها سيفير سور ثروت انفكشن اللي جاي ده كله ينفع في الاكزامينشن ما عدا بالون بيربرا فيبر ليمفادينوباثي ابيستاكسيس مين اللي ما يحصلش مع الابلاستيك انيميا؟ الليمفادينوباثي ليه؟ لان احنا قلنا في الابلاستيك انيميا تختلف عن اللوكيميا في حاجتين اورجانوميجالي هيباتوسبلينوميجالي والليمفادينوباثي لا معاها ليمف نود ولا معاها هيباتوسبلينوميجالي مروه 3 شهور تمام؟ عندها فلو وعملنا البلس اوكسيمتر 65 وجايه بإريتابيليتي دارك شكلها جايب سبيل The following physical sign ممكن نلاقيها معاها هي 3 شهور بلوش ديستلريشن للفينجر والتوز فينجر اند تو جريد 2 كلابينج ينفع في 3 شهور يبقى دي غلط رابيد ديب بريدنج يعني عكس الجمله اللي فاتت اضافي One of the following statements is false regarding assessment of edema in infants and children. تمام؟ في واحدة false. مش فولس اكسبت تمام واحده فولس ماي بيتنج بدل اديما بافي فيس اند هايبر تنشن في الاي جي ان صح ولا غلط ايوه صح هايبر تنشن ومايلد اديما مش احنا قلنا ان الاي جي ان بيبقى مايلد اديما طيب برايمري نيفروتيك سيندروم هل بيبقى فيها جنرالايز ماسيف اديما ونورمال بلاد بريشر ايوه الاغلب كده طيب ماسيف بدل اديما في الهارت فيلير في الانفانسي ادي غلط مايل بيتنج اديما في الدورسم هانس وفي كونكريشنال اديما صح نا مايل نون بيتنج اديما وفالو في الهايبوثايرويدس قلت لي هو في الهايبوثايرويدس فالو راح على في فالو عشان ميكس اديما اللي احمد 4 شهور خلاص عنده ديفيكال سبيد فيلينج سويتنج تاني المساله دي متكرره السؤال ده متكرر انا اسف لان ده كونتينيوس ماشينري مرمى في السطر الثالث والرابع فبرضه البلس ايه؟ كولابس ادفع على 13 عادل 6 شهور في سيفير ووتري دايريا وانتراكتبل فوميتنج وهاي فيبر دي ديهايدريشن وبعدين انيبل تو بريك لوكس ليثارجيك يعني دخل في سيفير ديهايدريشن وبعدين ذا فولوينج ساين او ساينز مي بي اليسيتد اون جنرال اكزامينشن اوف عادل هلو كولد اكستريميتيز بالس ريت 170 بيت بير مينيت بلاد بريشر 55 على 35 اول اوف ذا ابوف خلينا الكلام ده في الراوند قبل كده لو فاكرين حتى حضر الراوند ده طيب عموما الحاله دي ايه عشان ما نتلخبطش الحاله دي فيها اسهال وترجيع وجالها جفاف والجفاف اخطر في حاجه ان يوصل لمرحله الشوك هل ينفع في الشوك يحصل بالور ايوه صح مش كده يبقى البالور صح اكتب عليها شوك ما تنساش اصل الناس هتفتكر ان البالور هنا عشان انيميا لا هو البالور هنا عشان شوك طيب
كولد اكستريميتيز هي الاطراف. انت تعرف بص احنا لسه ما خدناش شوك نظري خالص. الشوك جات له نظري في الامتحان دي لما واحد بيحصل له شوك كميه الدم اللي في جسمه قليله فبيعيد توزيع الدم فبيوصل دم معقول كتير للقلب والبرين وياخد الدم من البريفري فتبتدي البريفري يحصل لها بازو كونستريكشن يقوم الاطراف تسقع. خد بالك اكتب جنبها كومبنساتوري بريفرال بازو كونستريكشن ريديستريبيوشن اوف بلود كومبنساتوري بريفرال بازو كونستريكشن ريديستريبيوشن اوف بلود يعني اعادنا توزيع الدم مره ثانيه عشان الشوك برضه. البلس 170 بيت بير مينيت طبعا ده بلس ايه عالي تاكيكارديا وهي منطقيه لما واحد بيجي له هايبوفوليميا الهارت ريت بيعلى في الشوك برد. البلد بريشر 55 35 ده فيري لو هايبوتنشن ماشي مع الشوك هو كانه بيختبرك في الشوك تمام. طبعا الاجابه هي اول اوف ذا. السؤال اللي بعده منى 3 سنين اول جيرل ويز اي تي بي دايجنوز ريسنتلي باي بون مارو الهيموجلوبين 12 كويس يعني بليتريت 30000 the physical sign or signs may be elicited on general examination of mom. ركز هل بيبقى فيه سيفير بالو ده هي هيموجلوبين 12 غلط. طيب هل بيبقى فيها arthritis of large joints ليه هي مش anaphylactoid عشان اقول arthritis الاي تي بي ما فيهاش arthritis. هل فيها فيبر 39 لا هي مش ابلاستيك انيميا ولا لوكيميا عشان اقول ان في حراره. هتقولي بس الاي تي بي ساعات بيجي لها برد ما تتفزلكش يعني تمام الاي تي بي ما فيهاش حراره تمام. هل فيها جنرالايز ليمفادينوباسي احنا قلنا ان الاي تي بي فيه ليمفادينوباسي لا وبالتالي هي ما نقص ابو صح تمام. طبعا يعني هي اسهل حاجه ان انت تكون غذائيا خلاص هنخلص بس ده يعني دي محطه وجاي ان شاء الله وانا الهدف هو الحل كده يعني الكلام الكتير في ناس ممكن تدخل بالاسئله وتتوكل على الله. هنجمد قلبك هنجمد قلبك انت ما تخش تجمد قلبك تمام. عملنا كده على فكره مع زمان السنه في خمسه القديم قعدت معاهم كده من حمد 3 اسابيع وبصوا خلاص بقى السنه عدت احنا دلوقتي جايين 3 اسابيع المفروض بقى ايه قلبك يبقى جامد. انت لو خفت اللي خاف يروح يعني انت فاهم يعني ما يدخلش فانت جمد قلبك كده وذاكر المهم وتوقع اهو. مروه 3 شهور يعني في المالتي ستيشن تعرف تدخل في شويه المسائل اللي احنا حليناهم وتوكل على الله. يا ريت امتحان الدنيا ديت مش عارف تقرا ايه ولا ايه حل المسائل وايه يعني تمام. مروه 3 شهور عندها تترالجي اوف ايه اوف فالوب دايجنوز شورتلي افتر بيرث باي ايكو كارديوجرافي. والله دي احسن نظريه اخذنا امتحانات كتيره قوي وبعدين كان الواحد يعني انا اجلت مره واحده في حياتي تمام واكثر قرار ندمت عليه طول عمري في انهي ماده في رايكم؟ طبعا يعني تمام الباثولوجي تمام وبعدين لقيناها في الماجستير والدكتوراه بعد كده الباثولوجي في كل حاجه. بعد كده خدت قرار بيني وبين نفسي ان هدخل الامتحان حتى لو سايب نص المنهج. هعمل ايه؟ هفر الورق كده هو وابص على اهم الحاجات والدرجه مكتوبه عند ربنا من زمان تمام؟ انا لو كبرت هقرب نفسي وكده كده انا لما اجيت باثولوجي لا ذاكرت ولا عملت وقعدت بقى اعمل دراسات بقى وجبت الورق وفي الاخر برضه اتزنقت ودخلت عشان اخش سنه رابعه معايا يعني تمام؟ فكان لازم ادخل وجبت ايه جيد جدا من المتين وكده. المهم حجم الباثولوجي ده الاول مروه 3 شهور في وقفت حلينا السؤال ده ولا ايه؟ لا حليناهوش؟ ما رابتش شاله اهو حلينا نعم؟ حلوه 16 وان اوف ذا فولوينج از ترو ريجاردينج انتربريتيشن 15 الاجابه فين؟ 3 شهور رابت شالو سي حلت قبل كده اتحلت واللي بعدها اتحلت. وان اوف ذا فولوينج ستيتمنت از ترو ريجاردينج اسسمنت اند انتربريتيشن اوف انيما وان اوف ذا فولوينج از لا هتبقى بي ترو از ترو هو هيبقى ترو مايل بيتنج بيدا الاديما بافي فيس اند هايبرتنشن. اكيد اول واحد اخترع فكره اكسبت واخترع فكره وان سبوز ده هيروح النار هياخد يعني ما ماتش متطبق وزر كل اللي جه بعده بقلل مايل بيتنج اديما اخترع اصلا الام اس كيو ده يعني حرام. مايل بيتنج بيدا الاديما بافي فيس اند هايبرتنشن
برايمري نيكروتيك ايه سيندروم، صح ولا غلط؟ خلاص قلنا دي غلط. جنرالايزد ماسيف اديما اند نورمال بلاد بريشر اكيوت جلوميرولر نيفرايتس، عاكسهم يعني هو عاكسهم راجل طيب. مايل بيدن بري ساكرال اديما اند بافي فيستو هارت فيلير في الانفانسي، تمشي مش كده ولا ايه؟ مكمل الباقيين غلط. مايل بيتنج اديما في الدورسم في الهاند والفيت في الهايبوثايرويديزم، عاكسهم برضه. مايل تان بيتنج اديما اوف بالور في النيوتريشن، عاكس كل الاثنين مع بعض، ده رقم سي. بيقول لي بس بدل اسالها مايل ابسن فيمورال بالس، دي الاسئله السنه اللي فاتت اللي جايين دول، دي اسئله السنه اللي فاتت جولات. ابسن فيمورال بالسيشن ساوند، اصعب شويه. ابسن فيمورال بالسيشن ساوند ان بيشنت ويز بارتيشن بي دي اي اورت كيرجاج اورت سينوز بي اس تي. لا، الابسن فيمورال بالسيشن كو اركتيشن ابسن، قد ثانيه لو فوليوم ويك بامب. Six-week-old infant is admitted to the hospital with jaundice. Her outpatient blood work demonstrated a total bilirubin of 12 with a direct quotient of 3.5. Which of the following disorders is most likely to be responsible? أولا دي direct ولا indirect؟ احنا عندنا total 12 والdirect 3.5. احنا قلنا قبل كده ان الدايركت تحديده ايه؟ لا يعدي 2 ولا يعدي 20. طب هو معدي 2 ولا مش معدي؟ يبقى دي حاله دايركت ولا اندايركت؟ اكتب كده دي دايركت. دي حاجه في الكبد او في البليري. تعال نشوف مين في الاربع خمس اسباب دول في البليري او في الليفر. هل اي بي او انكومتابيليتي؟ هل تنفع كوليدوكال سيستم؟ ايوه تنفع. دي بتاعت البليري يعني بتاعت الاوبستراكشن. مكتوب عندي ار اتش ماشي وكريجلر نجار بتاعت الانزيم جلوكيرونايت ترانسبريز مش موجود ماشي. جيلبرت خدناهوش جيلبرت. اكتب بس اكتب نقص الابتيك اوف بيليروبين باي ذا ليفر كونجينيتال ديكريز اوف ابتيك اوف بيليروبين باي ذا ليفر كونجينيتال ديكريز اوف ابتيك اوف بيليروبين. يعني اللي هيعلى دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت انا مش عارف كل ده. فاللي هيعلى مين؟ فده ماشي مع بتوع الاندايركت. هتقول لي بس الاسم ما خدناهوش، هديك خدناه. تمام؟ طيب ذا ابروبريت كاب سايز ويتس فور ميجرمنت اوف ارتيريال بلاد، الويتس ده الصغير اللي هو ال 40 مش ال 80. ان تشايلد وذ مين ارم سيركمفرنس 10 سم هتبقى كام سم؟ هو بيجيب لك بقى بعد كده اند ديستانس بتوين اكرومين وريك عشان يلخبط، لكن احنا ما بنتفقش. تمام، فاحنا قلنا الجدول عندنا المسافه بين الاكرومين، لا طبعا الميد ارم سيركم، يبقى ال 10 سم ماشيه مع كام؟ 4. ده طلع مش 20. ذا ابروبريت كاب سايز فور ميجرمنت اوف ارتيريا بلاد بريشر الميد ارم سيركمفرنس 15 سم. 15 سم 40% من 15 انا عارف اطلع على حسبك. كام؟ 6. الله يخليك. يبقى 40% 6 بالظبط. نون بيتنج اديما 6 نون بيتنج ايه؟ اديما. كان اوكير ان ون اوف ذا فولينج كونديشن نفروتيك وشوكر لمفيديما ليفر سيل فيلير هارت فيلير. مين النون بيتنج؟ لمفيديما. فيليا انكلود فالو هيربرا فيبر هيمو ارثروزس اول اوف ذابا راجل طيب هيمو ارثروزس هيمو ارثروزس خليت غلط ولا ايه؟ طيب ذا فولوينج ار كوزز اوف كونجستد بالسيتنج نيك فينز اكسبت هارت فيلير سوبيريو فينا كيبل اوبستراكشن ميديستاينر سندروم ماسيف بريكارديا ايفيجن. معلش انا اسف هي السؤال معكوس. هي نون بالسيتنج تمام؟ كل اللي جاي ده نون بالسيتنج ما عدا ما عدا معلش انا اسف انا كتبتها غلط. اكتب بس كده كونجستد نون بالسيتنج معلش هتبقى هارت فيلير لان سوبيريو فينا كيبل اوبستراكشن ميديا ستاينال سيندروم ماسي بريكاردال افيوجن. فيل كلابينج مي بي دي تو فيل كلابينج مي بي دي تو كرونز السراتيف اندوكارديتس بيلاري سيروزس ولا اول اول اوف ذا ان بيشنتس. خلاص خلاص in patients with central synovium one of the following is false best seen in tongue usually clubbing secondary polycythemia all of the above none of the above
It's false? None of them. مش هيموتوا موتة طبيعية. عشان ما تعملوش كده في حد، بس ما تعملوش كده هيقعد لك في بلادك. طيب هل manifestations in Down syndrome include the following except؟ احنا قلناها دي مش كده؟ مين اللي ما يبقاش في الهاند؟ ولدك. الطاقة اللي جاية بقى حلوة انتوا حليناهم في الجروس والديفلوبمنت وشوية حاجات كده بجروب.